والله ان البغي يضربني عن بعض الوجيه اللي لهم بديره غيبه ونمه احدن تجلس معه ويسب اخيه يشرح لك عن اخيه ويقول رمه اثر البلا يا صاحبي منه فيه والغيبه والنمه تجري بدمه يشرح له ظرفك ويقول ايه ويذيع ظرفك ويجيب المطمه يا الله تبعدني عن ذاك السفيه اللي ما قدر صاحبه ولا بني عمه احدن تحطه على يمناك توثق انت فيه وتمدحه عند الاجانب من فعاير كمه واحدن تكره بدون كيف بدون ليه ومن تبقنا تشوف همته همه يرحب فيك ويهلي ولا عليه وتقول ويني عنا من زمان خمه البعض يسمع عنك بدون عينيه وهرج الحثالة داف في سمه بعض الاصحاب تقدر تتكل عليه والبعض الاخر ما درى عن ابوه وامه بعطيك وصايا وافهم الهرج هي خليك مع الصاحب اللي فعوله على ذمه وانتبه من صاحب النظر في والديه تبي تقنعني انك انت همه.